في واقعة مدوية أخرى تصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الفظائع التي ترتكب بحق المدنيين المحاصرين في قطاع غزة. التصعيد هذه المرة طال محيط مجمع الشفاء الطبي ليحدث مجزرة خلال مغادرة قافلة للجرحى كانت تقصد مصر بغرض تلقي العلاج. عندما تحركت هذه السيارات باتجاه الجنوب وإذا بالاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهدافها في أكثر من موقع. الموقع الأول أباب أمام مجمع الشفاء الطبي عند بوابة مجمع الشفاء الطبي وأمام منطقة أنصار وأيضا قبل شارع الرشيد. القافلة التي أبلغت عنها مسبقا وزارة الصحة في غزة لم تكد تبرح المكان حتى انهالت عليها الصواريخ لتدك سيارات الإسعاف عند بوابة المجمع الطبي. هذا الاستهداف لقوافل المرضى وحتى المشافي ليس هو الوحيد اليوم، بل تكرر عدة مرات عندما تعرضت قوافل تقل جرحى للقصف بينما كانت تتجه صوب معبر رفح. ما يلفت النظر في الآونة الأخيرة هو إمعان السلطات الإسرائيلية باستهداف المشافي ومحيطها رغم التنديدات الأممية والعالمية بهذه الجرائم. الاحتلال الإسرائيلي استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي الموجود فيه أكثر من 70,000 نازح. سرعان ما ردت السلطات العسكرية الإسرائيلية على هذه الاستهدافات بإعلانها التحقيق فيما وصفته بالأنباء عن قصف سيارات الإسعاف في غزة. وإن كان الرد الإسرائيلي إزاء ما حدث، لا يبدو أن العالم يكترث لما يتعرض له الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، فبيانات الإدانة حاضرة في كل مرة ينكب فيها المدنيون بمزرة جديدة. وبينما يعرض هذا التقرير يتواصل القصف المدوي على مدينة غزة المكتظة بالسكان من البر والبحر والجو، ويستمر معه عداد الضحايا بالارتفاع، ولا أمل يلوح بالأفق في وقف الحرب المستعرة التي يدفع المدنيون كلفتها الباهظة.